عدت كوره خطيره وراكم خطوره لاعب اسمه صويل موسو يحول اوه على المهاره اوه على المرور اوه على التعادل على التعادل على التعادل الله على البرتغالي عاد سريعا عاد رامون لوبيز بالتعادل الفيحاء يعود من جديد عاد المهاجم رامون لوبيز بكره لم تسجل لكن الثانيه للبرتغالي وصلت هدف التعادل للفيحاء واحد واحد يا سادة يا كرام لم نشعر كثيرا يعني حلاوة المباراة إلا بعد الهدف الأول للفتح ها هو الفيحاء وماذا يقول حكم المباراة لاعب على أرضية الملعب المخرج يقول خذ الإعادة على أجمل كورة على أجمل صورة هذا بنايوه هذا اليوناني